مشاهدي الفضائية التالية، أهلا بكم في موجز الثانية. نظمت جمعية التقدم للحريات الأساسية بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمدينة أمجرس ملتقى حول وصول العدالة لصالح المسؤولين والإداريين. مزيد من التفاصيل في تقرير آدم حسن مكاوي. 48 ساعة فقط هي كل ما احتاجت إليه جمعية التقدم للحريات الأساسية بمدينة أم جرس لتقوم بتوعية السكان واللاجئين والمسؤولين الإداريين والعسكريين بالمنطقة فيما يخص تلك المشاكل القضائية التي تدعو الوصول إلى المحاكم عبر هذا الملتقى التوعوي والتفاكري حول الوصول إلى العدالة. كل ما دار في هذا الملتقى فحواه ما يحمله هذا الكتاب الأحمر، إنه كتاب قانون العقوبات الذي تم عرض بعض فصوله على المشاركين الذين تفاعلوا مع بنوده بطرح العديد من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بهذا الشأن. المدعي العام لمحكمة أبشة نامية فولجان بعد الانتهاء من الملتقى قال بأن اللقاء كان فرصة لتوجيه رؤساء المراكز الإدارية ومسؤولي الأمن بصلاحياتهم في نطاق القانون لإيصال المشاكل القانونية إلى قاعة القضاء. مدير جمعية التقدم للحريات الأساسية بأم جرس تحدث هو الآخر عن أهداف هذا الملتقى. هدف السينارة يعني للاجئين والمواطنين والحكام بصمة من القضية، شنو القانون سامة بسي، شنو القانون منع ما بسي. وعليه فإن مثل هذه الملتقيات تسهم في تثقيف المواطنين واللاجئين والوافدين في المجال القضائي من أجل معرفة حقوقهم القانونية. أما في الأخبار الدينية فقد دشن مؤخرا الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ عبد الدائم عبد الله مسجد عبد الله موسى الكائن بحي كوكفيل بالدائرة الأولى، كان ذلك بحضور عدد من المدعوين. تفاصيل حسن جدة. 11 شهرا بالتمام والكمال هي مدة ترميم هذا المسجد المسمى بمسجد عبد الله موسى بحارة كوكفيل أو ما تعرف بتيري بالدائرة الأولى، وذلك بتكلفة مالية بلغت 60 مليون فرنك سيفا من قبل فاعلي الخير كل من محمد عبد الله شريف دوسة وأدم بيربي وحسن حمد الله وإمام المسجد موسى عبد الله. وعليه فقد عم المصلين في صلاة الجمعة مفتي البلاد فضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو الذي تطرق في خطبته الأولى إلى موضوع التقوى في الإسلام، حيث دعا فيه الجميع إلى تقوى الله، فيما تناولت الخطبة الثانية أهمية بناء المساجد. فإذا أعطاك الله تعالى مال ثم منحك توفيقا للعمل الصالح فاسجد لله تعالى شكرا. يعني هذا المسجد إذا مات من بناه وسيموت، من بناه إذا مات يجده هنا. وبما أن افتتاح هذا المسجد جاء تزامنا مع الاحتفالات بذكرى ميلاد سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه، فقد عطرت المناسبة بالقصائد النبوية التي تجسد شمائل وصفات المصطفى. وقد تضمن برنامج الافتتاح عدة خطابات منها خطاب إمام المسجد. ملهقاته وزخرفه وجماله وروعته وبهائه وجدناه بعض الله بفضل رجال مخلصين لدينهم ووطنهم ومجتمعهم. فيما جاءت كلمة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التي قدمها الأمين العام للمجلس على النحو التالي. بعد هذا اليوم هذا المسجد في عاتق آل هذا الحي، لأن المسجد أصبح بعد اليوم أمانة على يد جميع المسلمين. هذا وقد شهد اختتام فعاليات افتتاح هذا المسجد تقديم شهادات تقديرية لمن ساهموا في بناء هذا المسجد. وأيضا فقد عقد مساء أمس قادة أساقفة تشات مؤتمرا صحفيا بهدف توضيح الرسالة الروحية الربانية لعام 2017 وعام 2018 لأتباع الديانة المسيحية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد وميلاد عيسى المسيح عليه السلام. تفاصيل عبد الله هارون برما. لتوضيح الرسالة الروحية الربانية لأتباع الديانة المسيحية وذلك مع قرب مناسبة ميلاد المسيح عليه السلام،
فقد عقد أسقف مدينة أنجمينة مؤتمرا صحفيا موضحا فيه رسالة المسيح دورة عام 2017-2018، داعيا فيها أتباع الديانة المسيحية إلى إخلاص النفوس إلى الرب والتضرع إلى المولى أن ينعم البلاد بالأمن والاستقرار الدائم، كما دعاهم إلى تغيير أخلاقياتهم من أجل تغيير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتجنب الفوضى والمعاصي ليلة الميلاد الكريمة. يدعو المؤمنين سواء كانوا مسيحيين أم مسلمين، لأن كلنا مؤمنون ومواطنون في دولة واحدة. خلال المؤتمر تداخل ممثلي وسائل الإعلام المختلفة بأسئلة حسب الموضوع، بحيث رد الأسقف على الأسئلة الموجهة إليه بشفافية. وبهذا الخبر الديني نوصل وإياكم إلى نهاية الموجزة الثانية، وإلى اللقاء.